السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندكم واحد السيارة جديدة للبيع، سيارة من نوع كليو موديل 2000، وديو مانيا في 2010، كليو موديل 4. فهذه السيارة هذه مولاها كيبحث على يدير ريبريز بكليو بجولف 4 ولا غولف 4 ولا للبيع، بالنسبة للناس اللي مهتمين اللي بغاو يشريو أو لا بغاو يديرو ريبريز بغولف 4، فهاد السيد هذا فهو غادي تلقاو النمرة ديالو، تلقاوها في صندوق الوصف. بالنسبة لهاد النمرة اللي كتبان لكم الفوق فهي النمرة ديالي، بالنسبة للناس اللي كاين شي سيارة بغاو يشريو غادي تلقاو الواتساب، فغادي نجيو إن شاء الله. إذا يمكنك تشوف معايا هذه السيارة، بالنسبة للكيلومتراج الكهرباء 263,000 كيلومتر، 263,000 كيلومتر، وكما كتشوفوا هذه الصور الفيديو ديالها كلها. هذا الكليو راه معروفة، الكليو موديل 4 راه معروفة، كما قلت فهي موديل 2000 وديوانية في 2010، وبالنسبة للثمن ديالها فمولاها كيطلب 4,120,000، 4,120,000 اللي كيطلب مولاها. وهي كما كتشوفوا معايا فهي الطوموبيله مازال نقيه مزيانه بالنسبه للصباغه دوريجين، بالنسبه للصالون صالون نقي، بالنسبه للكيلومتراج فهي كما كتشوفوا فهي ما ضربش بزاف، والسيارة دي السيارة راه نقية كما كتشوفوا معايا من الداخل ومن برا. اذا غادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا السيارة مزيان، وكما قلت فان النمرة ديال هذا السيد هذا غتلقاوها في صندوق ديال الوصف اللي بغى يتصل به. كما قلت هو باغي يدير ريبريز بجولف 4 ولا البيع، ولا بغى يبيع بالنسبة للثمن فهو طلب 4,120,000. اذا بالنسبه للي مهتمين فيكم قلت لكم فالنمره غتلقاوها في صندوق ديال الوصف، واتصلوا بالسيد وتفاهموا معاه. وبالنسبه للناس اللي بغاو يعرضوا السياره ديالهم فما عليكم الا تواصلوا معايا بهذه النمره هذه ديال الواتساب، وان شاء الله راني غادي نعرض لكم السياره ديالكم الا كنتو بغيتو ديروا بريز او للبيع. فما عليكم الا تصيفطوا لي الصور والمعلومات الخاصه بالسياره ديالك، ومن الأحسن يكون فيديو بحال هذا الشكل هذا. إن شاء الله راه غادي نعرضو السيارة، إن شاء الله غادي يجيبوها التيسير، وكما قلت كنتعامل مجانا، مكاينش مقابل، مكاينش مقابل الحمد لله، كنتعامل في ما بيننا، وانتوما كتستافدو وأنا كنستافد كذلك. وهذه هي السيارة ديال اليوم، كليو كات موديل 2000، موديلنا في 2010. موديل 4 فهي صور سيارة عائلية وبمميزات راكم عارفينها. اذا كنشكركم على المتابعة ونتشوفوا في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.